مرحبا بكم اليوم الناس الكل في قناتكم الساحة. اليوم علي شابي يوجه رسالة لهادي زعيم، بعد علي شابي مغضوب على هادي زعيم لأنه هادي زعيم ذكر علي شابي في إذاعة موزايك ودخله في حياته الشخصية بطريقة مقصودة، بعد ما قال عليه وعلن أنه أي إنسان معناه يدخله في حياته الشخصية أنه باش يتعرض للقضاء ويحاسب ويدخله للسجن. ورسالة عليه كانت واضحة، قال أنه ما عادش نحب حتى إنسان يذكر لي حياتي الشخصية على في إذاعات ولا في التلفاز ولا في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم على شاب بعد مغضوب على هادي زعيم وجه له رسالة، قال له أعرفك منذ 23 سنة، اختلفت معك في أشياء واتفق معك في أشياء أخرى، ولكنك تبقى صاحب موقف ومبدأ واحترم فيك موهبتك واحترامك الشديد لأصدقائك، دمت صديقا وفيا وأخا عزيزا. هذه كانت رسالة على شابي الهادي زعيم بعد مغضوب عليه، واليوم عليه وجه له رسالة قال له أنت مازلت كخويا وصديقي ولا حتى أكثر. هكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.